السلام عليكم ورحمة الله. القمر كما تعرفون له جانبان، جانب مضيء هذا الذي نراه، وجانب مظلم لا نراه أبدا. هذا مثال لكثير من الأوضاع الدنيوية، أحوال الناس ومواضعاتهم وحالاتهم وأشياء كثيرة يمكن أن ينظر إليها من الجانب المضيء أو ينظر إليها من الجانب المظلم. يعني الدنيا ما عدا العبادات وما يتصل بالآخرة ده ما لنا كلام فيه. أمور الدنيا ليس فيها الخير المطلق الخالص الخالي من الشوائب، وليس فيها الشر المطلق الخالص. ولذلك الصيام من نظر إليه من كمن ينظر من جانب القمر المظلم، ماذا يرى في الصيام؟ يرى في الصيام الجوع، يرى في الصيام العطش، يرى في الصيام التعب، يرى في الصيام في شهر رمضان اضطراب الحياة اليومية. واحد نائم ومستغرق في المنام، منقول له قم يلا، ايش اقوم؟ قم كل، ما بدي اكل انا في الليل، انا بدي انام الان. لا، الان صار موعد قيامك للطعام. كأن كل واحد منا دخل في يعني تدريب عسكري او رحلة كشفية او مدرسة داخلية للطعام، فيها وقت وللمنام فيها وقت، ويخضع الجميع لهذا النظام. هذا أمر فيه مشقة وفيه صعوبة، وبجاء ومقابل هذا الجانب جانب آخر مضيء هو صفاء النفوس، اتصال يعني النفوس بالله، القيام في وقت السحر. هلا أجمل مراحل العمر، العمر مثل طريق. هلا إذا واحد ركب منكم في قطار، لابد كثير منكم سافروا أو بالسيارة، السيارة تمر برحلات طويلة، قد يمر على الصحراء وقد يمر على واحة جميلة، على روضة أنيقة، على سوق عامر، على مناظر خلابة، يعني يختلف. أجمل مناظر الطريق، أجمل مراحل الطريق، طريق العمر، ما هو؟ وقت السحر. مع الأسف نحن في الأيام العادية مثل راكب القطار اللي يمر بهذه المرحلة الجميلة وهو نائم، ما بينام إلا الوقت. نحن ما ندرك جمال السحر، يدركه الناس في رمضان. إذن هي من مزايا رمضان التي تقابل المتاعب والمشاق. بعدين في وراء هذه المتعة بصفاء السحر وبجمال هذه المرحلة من الوقت في السحر، تفتح أبواب السماء وينادي مناد من قبل الله عز وجل، ألا ألا أداة افتتاح وتنبيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ لك ربنا فتح بابه. هلا إذا واحد عليه ديون، تراكمت عليه الديون وتراكبت وكثرت، جاء أصحاب الديون قالوا يا أخي نحن نسامحك، إذا شئت قلنا قل سامحوني أسامحكم. في أحمق في الدنيا بيقول لا، ما أطلب السماح، لا تستطيع أن تدفع ولا تريد أن تدفع ولا تقبل أن يسامحوك. ربنا عم يفتح بابه يقول ألا هل من مستغفر، يعني طالب المغفرة. الألف وهي السين هي تأتي هنا للطلب، وقد تأتي للمطاوعة، ما بدي أحكي بعلم الصرف. نحن في الأحوال العادية ما نلتفت لهذا النداء لأننا نكون نائمين. يقول ربنا ألا هل من داع فأجيبه، لك حدا بيريد شيء؟ ربنا عم يقول هل بيطلب منكم شيء؟ يطلبه فأنا أعطيه. ربنا يجيب دعاء الداعي إذا دعاه.
شوف في القرآن، بالقرآن يسألونك كل ما جاءت، يأتي بعدها خطاب للرسول بأن يبلغهم الجو، يسألونك عن الأهلة، قل يا محمد، روح قل لهم، قل يا مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل كذا. كل ما جاءت يسألونك، فالرسول عليه الصلاة والسلام يؤمر بأن يقول لهم الجواب. انتبهوا للنقطة، ما هي من عندي، هي نبه إليها من قديم، رأيتها أظن فخر الرازي في تفسيري، أظن نبه لها النقطة، قال لما جاء سؤالهم عن الله وإذا سألك عبادي عني، ما قال للرسول اللهم صل عليه قل لهم، وإنما ربنا رأسا خاطب الناس، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فباب الدعاء يفتح وقت السحر، هذه من مزايا رمضان. بعدين رمضان يؤم الناس والمساجد. أنا قديما بصغري، يعني أول ما رأيت رمضان وأنا صغير، كنت كتبت في ذكرياتي لأنشرها الآن، كل أسبوع. السنة الماضية تكلمت عن أول عهدي برمضان، أخذني جدي مات عند إعلان الحرب الأولى، صغير وأنا صغير، أخذني معه طرق خالية من الناس إلا الذين يذهبون إلى المساجد، ما كانت في عنا شوارع في الشام، ولا كان في مثل أكثر البلاد العربية، وكنا نسكن نحن في حي فقير. أخذني إلى جامع التوبة، كان كل حي من أحياء الشام فيه مسجد جامع، والمسجد الجامع للبلد كله جامع الأموي، هذه من أقدم المساجد الإسلامية ومن أجملها أيضا. كان الناس يومئذ كلهم يشعرون